وللحديث أكثر عن التبادل التجاري بين العراق وإيران والذي يميل لمصلحة إيران ينضم إلينا عبر الهاتف أو تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا ومرحبا بك دكتورة. أهلا بك. العراق يتصدر قائمة النشاط التجاري مع إيران بقيمة أكثر من 100 مليون دولار، ما الذي يقدمه العراق في هذا النشاط التجاري؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ أسهل وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني مثل ما ذكرتموه في تقريركم، وبالتالي يعني هناك حتما وأكيد هو اختلال في هيكلية الميزان التجاري بين العراق وإيران، وطبعا في صالح إيران، لأن تشير التقارير الدولية إلى أنه في عز فترة الكورونا وفي عز مشكلة إغلاق المعابر وبالتالي الحظر وإلى آخره، هنالك عملية يعني وصلت بيناتنا بين العراق وإيران حصيلة الصادراتهم لنا بمقدار 1.045 مليار دولار. هذه الفترة اللي هي من بين 20 آذار إلى 20 حزيران، وبالتالي هي فترة كانت تتمثل بإغلاق المعابر وإلى آخره. يعني كذلك يشار إلى أن فترة الربيع الماضية يعني أكثر من 6 مليار دولار كانت قد حققت إيران من تجارتها مع العراق، فبالتأكيد سيصل أو ستصل يعني تجارتهم إلى 20 مليار، لأنه إحنا هذه السنة مثل ما أيضا ذكرتموه في تقريركم يعني 12 مليار دولار، كما أشار السفير الإيراني في العراق إلى أنه حققوا هذه الكمية من الإيرادات. وبالتالي يعني أيضا أشار في يعني في محض كلامه أشار السفير إلى أنه بينما أن العراق وتجارة السعودية عفوا مع العراق هي لا تتجاوز 400 مليون دولار، فكيف نحن إذا ما وصلنا إليه؟ طبعا أكيد 12 مليار ستصل فيما بعد إلى 20 مليار. نعم، لكن هذا أنت ذكرت 20 مليار، هذا ما ذكره السفير الإيراني في العراق، والذي يقول أن حجم التجاري أو حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران ارتفع إلى 20 مليار دولار بشكل سنوي. هل ميزانية العراق التي تعاني بالأساس من شح في الأموال قادرة على رفع قيمة التبادل التجاري؟ لا طبعا بالتأكيد، يعني خلينا نكون واضحين أيضا في هذا الشأن. لماذا فقط نستورد إحنا من إيران؟ يعني واحدة من أنواع الهيكلية الصادرات اللي هم يعملون على تصديرها، إضافة إلى ما ذكرتموه قد يكون فولاذ، زجاج، إسلاك إلى آخره، ولكن أكو يوجد مادة أساسية أولى أكثر من 1.5 مليار دولار في 2017 حتى، ليس الآن، يعني يمكن الآن زادت أكثر. في 2017 مادة البلاستيك احنا مستوردين منهم حوالي 1.5 مليار دولار. طيب هذه المادة يعني ألا يمكن أن نعمل على استيرادها من دول أخرى أو أن نعمل على إنتاجها؟ احنا مو نفكر بأنه نعمل على الإنتاج وزيادة يعني أشياء اللي احنا نعمل على تصنيعها وبالتالي تنويع الاقتصاد وإلى آخره. إذا احنا دائما مكبلين، وخاصة مع الدول المجاورة بهيكلية صادرات قد تكون في بعض الأحيان جدا غريبة، حتى للخضروات وحتى للخضروات البسيطة اللي هي جدا اللي احنا ممكن احنا نزرعها، ولكن نعم، منعنا من زراعتها لاستيرادها من إيران. نعم، انخفاض أسعار النفط عالميا أثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، خصوصا الرواتب في العراق. لماذا لم يؤثر هذا الانخفاض على الميزان التجاري مع إيران؟ انخفاض الرواتب لم يؤثر، كيف؟ العفو، السؤال ممكن إعادته؟ انخفاض أسعار النفط عالميا أثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، خصوصا أو لا سيما الرواتب في العراق. لماذا لم يؤثر هذا الانخفاض، أقصد انخفاض أسعار النفط عالميا والعراق يعتمد بشكل كبير على النفط في ميزانيته، لم يؤثر هذا الأمر على التبادل التجاري ما بين العراق وإيران؟ نعم، لأن العلاقات الدبلوماسية التي تشهدها إيران بالتأكيد وتأثيراتها، وبالتأكيد لديها جماعات في داخل العراق، هم هؤلاء أجمعهم يعني يحاولون دائما تقوية الروابط والصلات، وبالتالي
مهما ساءت أمور العراق ومهما تراجعت وضعيته ومثل ما ذكرت حضرتك انخفاض أسعار النفط وبالتالي تأثيره على الموازنة، ولكن تبقى هذه العلاقات نجدها دائما واضحة، وبالتالي بدل من محاولة تقليلها يعملون على تقويتها. ولذلك يعني نشهد إلى أنه يشار إلى أنه نسبة الصادرات. نعم، الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.